صراحة قاهرني بشكل غير طبيعي. قبل فترة نزلت تغريدة وسألت فيها في تويتر حساب دليلك الآيوتس، وسألت فيه إيش وضعكم مع الآيوتس، وأربع اختيارات: الخيار الأول ناوي لسه ما بديت، الخيار الثاني بديت، الخيار الثالث مستمر، والخيار الرابع الأخير إنه وصلت وحققت الدرجة وخلصت. يعني لا مو كذا للشعب، كذا سؤال في مطعم، لا سؤال في حساب عبد الرحمن يتكلم عن اختبار آيلتس، 30 تغريدة في اليوم الواحد عن اختبار آيلتس. فكنت متوقع انه الناس معلقين، لا توقعي انه ناس مستمرين ولسه للأسف. هي الموضوع صدمة مؤلمة، يعني انت وانا داخل حساب وانا متابع حساب وابغى اختبر الايلتس واعرف اولويته واعرف تأثيره في الوظائف في الدراسة في تحقيق اهدافي تخصصي الجامعة، وفي النهاية ما بديت. ويا ريت، وكنت اتمنى ان كانت تكون الاجابة انه ماني عارف من فين ابدأ. يعني هذه نفس هذه الجملة انا قلتها كل تقريبا اسبوع اتكلم عليها، انه افضل مكان تبدأ في مذاكرتك للآيلتس كتاب دليلك الآيلتس، نسخة مجانية اهداء للجميع. حتى دحين يمديك تسحب الشاشة فوق، كل شوية اقول هذا الكلام وهي واضحة، كتاب واحد بلخص لك 25 كتاب للآيلتس وجمع لك في مكان واحد. لكن للأسف نحمل الكتاب ندخل الايميل ما نبدأ فيه، ما نخلصه، ما نبدأ بالاختبار التجريبي، ما نبدأ فعلا. ايش اللي موقفنا؟ هل موقفنا التشتت ولا موقفنا انه احنا اصلا ما بدينا؟ ولاحظوا ايش اللي قاعد يصير، يتمنوا ويبغوا يجيبوا قد كذا، يعني ما ليهم نهايه. والناس اللي فعلا يبداوا قد كذا وهم اللي فعلا يوصلوا الدرجه. زي ما انتم لاحظين ناس مستمرين 16%، وهذول اللي حيجيبوا حيكونوا 4%، وان شاء الله 4% تصير 5 6 7%. فمشكلتنا مع الايلتس مو الايلتس صعبه وجربنا الاختبار وما زبط، انه اصلا ما بدينا. 90-80% منكم حيشوف وحيتفرج وحيقول ان شاء الله في يوم ما راح ابدا. وكتاب دليل الايلتس ممكن تخلصه في 3 ساعات، يعني ميكس ايفريثينج ميكس، يعني حتقول لك بالضبط ايش تسوي. احنا نقول تشتت تشتت تشتت، ليش؟ لانه ما نبدا. لما مشكلة التشتت تيجي، هو طبعا في نوعين من التشتت، تشتت فعلا حقيقي لما تكون عندك كذا خيار الف وخيار باء، عبد الرحمن يقول لك ذاكر، واحد يقول لك اشتري شهادة، والاثنين يزبطوا. لكن لما انت عارف انه في طريقة واحدة في مكان واحد، ما هو كأنه عبد الرحمن اللي جاب من الثلاثة ووصل للثمانية. كل يوم وكل اسبوع تتذكروا تجارب الجمعة، كل جمعة نزل لكم على لقى 10 تجارب في السناب وفي تويتر وفي الانستا، انه كل الناس ايش قاعدين يقولوا؟ مو عشان اوريكم ايه وكلامي، انا قاعد الكل بحاول اوصله انه جايز هي ما هي قصتي انا، هي قصة مئات الاف ناس. الحمد لله عام 2019 1296 او 69 شخص حقق درجته، قال عبد الرحمن الكلام اللي قلته مشيت عليه ووصلت الدرجة. فأنا كيف يجي التشتت؟ كيف حتتشتت إذا أنت عارف الطريق؟ وأنا اللي قاعد أقول لك إن كيف تمشي، والكتاب أفضل وأسمع شيء إنك تبدأ فيه تخلصه وتبدأ تطبق عليه. طلب جدا سريع، إذا أنت ما بديت وقاعد تتفرج على هذا السناب أكيد تحتاج اختبار آيلتس، أكيد تعرف له أولويته وأثره في حياتك في دراستك في وظيفتك. بليز خذ الخطوة الأولى، حمل الكتاب ولا تحمله بس وتسيبه، روح على الإيميل اقرأ اليوم وخلصه. يا ريت أبغى يعني أول خطوة هذه إنك تقرأ الكتاب، يعني شوف إيش اللي قاعد يصير. يعني let's get بالأرقام، وأنتوا شايفين التغريدة قبل شوية، اللحظة اللي أنت تبدأ فيها في اختبار في مذاكرة اختبار الآيلتس فعلا، هذه اللحظة نفسها هي البداية نفسها، تزيد احتمالية إنك توصل للدرجة تقريبا لـ10 أضعاف. مثلا انا ابغى اجيب الايلتس، احتماليه انا اجيب الايلتس وانا كذا احلم فيه احتماليه ممكن كم بالميه؟ 2-4%. اللحظه اللي ابدا فيها احمل فيه الكتاب اقرا فيه الكتاب ادخل اشوف المحتوى وابدا فعلا، هذه اللحظه نفسها احتماليه انك توصل للدرجه احتماليه جدا. لانه دحين ايوه، زمان اذا كنت تقول لي عبد الرحمن كم كانت احتماليه انك توصل للدرجه، كانت جدا قليله، ما في كتاب، ما في احد يوصف لك الايلتس ويتكلم انك كيف تطور لغتك وبعدين تختبر الايلتس في نفس الوقت. في الشيء اللي انا سويته في 3 سنوات قدام عيوني اوريكم التجارب، ترى كل اسبوع الناس يسووه في اشهر، 3 سنوات جلس 3 سنوات في شهرين 3 اشهر من مستوى مبتدئ تماما الى درجه مبتدئ تماما الى درجه ما شاء الله لين 7 أو 7.5 ناس يسووه في 3 اشهر،
ما بالك بالخمسة ونص، ما بالك بستة ونص. These things are just really simple. كل يعني كل حاجة قناة اليوتيوب مرتبة A to Z عشان ما تشتتك وتكون ماشي بالترتيب. الكتاب موجود عندك، ممكن الحين كمان تسحب الشاشة مرة تانية. الاستنابات بنزل من فترة لفترة تكلم فيها. كل حاجة وكل خطوة موجودة عندك guys. فبليز أو الشيء اللي بحاول أوصل اليوم إنه لو سمحت ابدأ الموضوع مرة بسيط، يحتاج تعطي له وقت أكيد، وهذه أولويتك. أنت عارف إحنا الآيلز ما هو زي اختبار كذا نختبر ونحطه في الجيب ونكمل، بيأثر في وظائفك بشكل كبير، في الوظيفة، في الترقيات الموجودة، في التخصصات اللي تبغاها، الابتعاث. صح يا ريت إنه الآيلز كان عبارة عن كذا ورقة وفي نهاية ترمي. صح إنه صلاحية الآيلز ممكن سنتين، لكن رقم واحد تأثيرها في الوظائف، في الجامعات، تخصصات، ابتعاث، it's something انتو عارفينه. لكن لما انت توصل السبعة هذه يعني خلاص، مو بس انك عندك هذيك الثقة انه الحمد لله انا وصلت السبعة وانا مستواي سنف الايلتس، اليوم اللي انت بتاخذ فيه شهادة، اليوم اللي انت والكرف هذا اللي انت بتاخده والمذاكرة اللي انت بتمشي عليها عشان توصل لهذه السبعة، it's gonna be يعني عبارة عن استثمار حيبقى معاك الخمسين ستين سبعين سنة الجاية. خلاص عندك لغة وخلاص انت مطمن، وكمان عندك شهادة تثبت الأمور. فهي ما هي ورقة وتترمي. الايلتس ركز على المهارات الأربع اللي هي الريل ستاف اللي هتستخدمها على أرض الواقع وحتبقى معاك. حاجة يعني كذا بألم قلب، إنه إذا أنت وصلت لهذا السنابة بليز لا تكون من الناس اللي يتفرجوا وسكيب ونروح للستوري اللي بعده. بليز حمل الكتاب، ابدأ بالكتاب. إذا خلصت الكتاب سوي له خطة، وإذا سويت الخطة ابدأ طبق على الخطة وامشي عليها.